بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو هو الغرض منه تبين بس بعض النقاط للإخوة الطحالب اللي هم يقولوا معمر بنا ليبيا، وفي أسئلة تانية زي يقولوا شنو الفرق بينكم وبين اللي صار في العراق، وانتوا تبوا تديروا ليبيا صومال جديدة. فأنا بناخذ بس النقاط هذه بنتكلم عليها يعني بتفصيل شوية، لأن كلمة معمر بنا ليبيا يعني بصراحة فيها إجحاف بحق الشعب الليبي، لأن فعلا كان دمار على ليبيا ولا يعني فعليا ما بناش أي شيء. ونقطة ثانية، أنا مثلا في العلوم السياسية درس يقول لك ما فيش نظام سياسي في العالم يسعى أن يضر بدولته ولكن يقوم بسياسات، وهذه السياسات خاطئة. في ليبيا ما قدرتش نطبقها النظرية هذه، لأن فعلا السياسات اللي اتبعها معمر وكأن الهدف منها تدمير ليبيا على كل. فحناخذ السؤال الأول اللي هو معمر بنا ليبيا. في انواع في البناء، خلينا نفصله شويه في الكلام. البناء يا اما حيكون بناء اقتصادي وهو موجود وواضح في الامارات وسنغافوره على سبيل المثال، وفي البناء الاجتماعي اللي هو موجود زي في كندا يعتبر، وفي اليابان في بناء عمراني اللي هو البنيه التحتيه زي اللي في الخليج وزي اللي في دول كثيره في اوروبا وحاليا حتى في الصين وفي روسيا، وفي يعني موجوده البنيه التحتيه بشكل جيد. وفي البناء التعليمي، أو مش هنعطي إلا مثال واحد بالنسبة للبناء التعليمي، تونس اللي هي جارتنا. وفي البناء المؤسساتي هو موجود بشكل كبير في الدول الآسيوية زي سنغافورة وكوريا واليابان، بس برضه موجود في أمريكا وفي أوروبا. قبل ما نتكلم في التفاصيل نبي نعطي نبذة عن تاريخ ليبيا، نبذة بسيطة جدا. ليبيا استقلت عام 1951 تحت قيادة الملك إدريس السنوسي لتكون أفقر دولة مستقلة في العالم. ليبيا بدأ فيها إنتاج البترول في نهاية الخمسينات، يعني اكتشف في نهاية الخمسينات وبدأ الإنتاج فيه في مطلع الستينات. ولما معمر وصل للسلطة في 69 كانت ليبيا تبيع ما يقارب عن 2 مليون برميل يوميا، فكانت في طفرة في الاقتصاد الليبي في الفترة اللي وصل فيها معمر القذافي للسلطة. ولو نرجع للمصادر التاريخية تقول إنه ما كانش عارف شنو يدير بالفلوس اللي موجودة في دخل الدولة، لأنه كان يتعامل مع دخل الدولة وكأنه دخل الخاص، وهذه مشكلة في كل الدول الدكتاتورية. أنا مش هنناقش شندار معمر من 69 لعند 2011 لأن هذا تبيلة قصة طويلة، ولكن حتتفاجئوا بالإشكاليات اللي سببها في الاقتصاد الليبي في الفترة هي. بس هنناقش 2010-2011. حنبدأ أول حاجة بالنقاط، النقطة الاقتصادية. وطبعا في عندنا عقدة نحن كأكاديميين إن كلمة من قال لك، زي ما يقولوا الأمريكان يعني هو سيد سو، فلازم كل شيء يكون يعتمد على مصدر. فنقول معمر خرب الاقتصاد لازم نعتمد على المصدر، والمصدر الحالي اللي بنعتمد عليه هو World Economic Forum Competitiveness Report اللي هي يعني تقرير التنافسية اللي يقدم فيه World Economic Forum بشكل سنوي. طبعا هذه اللي قدامكم الآن الكي Indicators بعد 2009-2010، هو تو يبين 2009 الأرقام الموجودة قدامكم من هنا نبدو تبين. أول حاجة تعداد السكان اللي هم 6,400,000، الجي دي بي اللي هو gross domestic products اللي هو دخل ليبيا 60 مليار، ولو ننزل شوية يبين حتى تعداد الدول اللي يتم بينها المقارنة وليبيا وين تقع في كل كاتيجوري أو في كل تصنيف. فنبدأ بالاقتصاد. ليبيا أكبر ثامن مصدر نفط للعالم في العالم، وحاليا لو تشوف القائمة اللي قدامنا حنلقوا ان دخل ليبيا 60 مليار دولار. طبعا الدخل 60 مليار دولار، ولكن الميزانية الدولة في كثير من الاحيان بل في اغلب الاحيان تكون في حدود 40 مليار واقل من 40 مليار. فهو السؤال يطرح نفسه، باقي الدخل وين يمشي؟ باقي الدخل القومي الليبي وين يمشي؟ لمن يمشي؟ وطبعا في الكثير يقول لك لا ليبيا بعد سيف الاسلام بدات تتطور وتحسن الامور وبدات يعني الرؤيه تبان. قدامكم هنا الكومبيتيتيفنس ريبورت تقرير التنافسيه لعام 2010-2011-2009-2010-2008-2009، كنا رقم من بين 139 دوله، كنا رقم 91 في عام 2008-2009، نزلنا اصبحنا رقم
88 كويس تحسن، هذا في عام 2009 2010. في عام 2010 حولنا من 88 رجعنا ل 100 من اصل 139 دوله. طبعا ميزه الريبورت هي انها تقسم في الاشكاليات، توريك شنو اللي عندك في اقتصادك، فيبدو بالبيسك ريكويرمنتس الحاجات الاساسيه للاقتصاد اللي هي المؤسسات كبدايه. ليبيا للاسف معمر قضاء على كلمه مؤسسات في ليبيا، يعني ليبيا ما عندهاش مؤسسات بالمعنى العلمي، بالمعنى يعني حاليا اللي موجود عندنا بقايا مؤسسات، المؤسسات تم تدميرها في ليبيا، وكذلك ما عندناش تخطيط، التخطيط تم القضاء عليه واصبحت كلمه تخطيط يعني كلمه تدل على على العمالة وعلى الغرب وعلى مش عارف ايش وكذا وامور من هذا القبيل، يعني احنا حتى كلمة تنظيم الغناها. على كل فالبيسك ريكويرمنتس نحن نجو رقم 88، وهذا طبعا بسبب ان الماكرو اكونومكس او الاقتصاد الكلي في ليبيا قوي جدا، يعني فيه فلوس فنجو رقم 7 فيه زي ما هو موضح هنا في الثيرد بيلر مكتوب قدامه العمود الثالث. فعندنا نجو الاقتصاد رقم اقتصادنا الكلي رقم 7، لكن مش كاتبين الاقتصاد الجزئي لان الاقتصاد الكلي يتعامل بالدخل القومي، يعني الانتاج شن ننتجه شن يدخل على الدولة بشكل عام كدخل، وللأسف ما يدخلش كثير، عندنا البترول فقط نبيعه فيه ويدخل لنا فيه 60 مليار ومش معروف وين يمشن. باهي نجو للمؤسسات، قلنا ما فيش مؤسسات، نحن نجو رقم 88 من بين 139 دولة. ونجو للبنية التحتية اللي بناها معمر، نحن نجو 95 من بين 139 دولة، يعني دول أفريقية ممكن ما عمرك سمعت بها. يعني نحن حاليا المقارنة بيننا نحن في كثير من الأحيان وبين دول متخلفة إلى أبعد الحدود. بعدين نجو التعليم الأساسي والصحة 115، يعني أسوأ تعليم وأسوأ صحة في شمال أفريقيا موجودة في ليبيا. فلما يتكلموا على بناء ما بناء مانيش عارف من وين جابوه. وكذلك البنية التحتية، نحن أسوأ بنية تحتية في شمال أفريقيا وأسوأ مؤسسات في شمال أفريقيا وأقوى اقتصاد مقارنة بعدد السكان في شمال أفريقيا. والتحليل متروك للمستمع. وفي بعدين مديرين efficiency enhancers، أهم المحسنات الفاعلية تاعت عمل الاقتصاد. فقال لك مثلا التعليم العالي والتدريب 95، فهي التسويق فاعلية التسويق 134، فاعلية سوق العمل يعني العمال اللي في ليبيا 139 من 139 دولة، يعني مش حتى في الأخير، آخر دولة. وتطوير سوق المالية في ليبيا 130، جاهزيتنا التكنولوجية 114، وحجم السوق 69. فيعني الأرقام هي تبين بعض الإشكاليات، يعني إحنا بنية تحتية تكاد تكون معدومة. يعني نحن نشوف الأخير، يعني إحنا ممكن المقارنة تم بيننا وبين دول زي تشاد وزي مالي، بل بالعكس في بعض الدول الأفريقية زي زيمبابوي تفوق علينا يعني في أمور زي هذه. وطبعا الصحة والتدريب، عن الصحة والتعليم الأساسي من أسوأ ما يكون في المنطقة، يعني أسوأ نحن في التعليم الأساسي من والصحة من السودان. فيعني نحن مش أسوأ من الصومال، لكن أسوأ من السودان وأسوأ من تونس وأسوأ من مصر وأسوأ من المغرب وأسوأ من الجزائر، والدخل أعلى منهم كلهم. فنرجع لموضوعنا، الانوفيشن اند سوفيستيكيشن فاكتورز اللي هم في فاعل مهم جدا في الاسواق العالميه اللي هو الابداع في الاشياء. طبعا نحن لو ابدعت في اي شيء ممكن تنحبس بسببه. ففي تعقيد التجاره نحن نجو 136 من اصل 139، 136 السبب لان اصلا نحن فكره التجاره كانت عند معمر فتره الثمانينات والتسعينات فكره حرام، لا يجوز التجاره، التاجر يستغل ومش عارف شنو وشركاء لا أجراء ودمر الاقتصاد بهذا البرنامج. والانوفيشن هو القدرة على انك تكون خلاق. في الاقتصاد الليبي صعب انك تكون خلاق لان
باش تمرر اي ورقة ادارية تحتاج قصة طويلة، ويعني الفساد عنده متفشي جدا، بحيث انه قضى على ان الشخص يكون خلاق. طبعا داروا نسبة، داروا تحليل، يعني قالوا شن سبب الاشكالية الاقتصادية في ليبيا. ف20% قالوا ان الفساد، والفساد طبعا مش مشكلة في حد ذاته، بس هو الفساد نتيجة عن النقطة الثانية اللي هي عدم فاعلية المكاتب الحكومية. فالموظف حاطينه يشرف على مثلا مليون مليونين دينار يوميا يخشوا ويطلعوا، وهو مرتبة 300 دينار. للأسف شوي شوي الإنسان يضعف، يلقى روحه يبي حتى هو يقول لك هدية مش رشوة يسموا فيها، أصبحوا يغيروا فيها شوية ولا باياتها. وطبعا في النقطة رقم ثلاثة اللي هي بوليسي انستابيليتي، معمر عنده نظرية الثورة المستمرة. يعني اليوم ينوض يدير لجان تطهير، بكرة ينوض يدير لجان مش عارف شنو، بعد بكرة كل يوم مستمر يقول لك لا لازم الثورة تستمر. وهذه تخلق مشكلة اقتصاديا، لأن المستثمر يبي بيئة مستقرة اقتصاديا مش نقدر نستثمر فيها ونضمن فلوسي يقعدوا. مش حمر على بقية النقاط، ولكن نوضح يعني بس تو شوية نقاط فيما يتعلق بالاقتصاد الليبي. ليش المؤسسات في ليبيا لا تعمل؟ من بين سنة 1970 ل 1980 ليبيا هاجر منها ما يزيد عن 100,000 تكنوقراط. 100,000 تكنوقراط في دولة تعداد سكانها في وقتها ما يقارب 2.5 مليون 3 مليون. 100,000 تكنوقراط هما كانوا شايلين الاقتصاد الإداري في ليبيا، هربوا بعائلاتهم إلى الخارج. فمعناها لو بتحسب معهم عائلاتهم وقول بين عازب وبين متزوج، يعني حيكون عندك تقريبا غادروا ليبيا 200,000 شخص، وهما حاليا موجودين في أوروبا ومتعلمين في أوروبا وأمريكا وكندا، وموجودين ومعروفين ومتعلمين. يعني ما فيش داعي حتى نذكر لكم أسماء، بس ممكن زي الدكتور الترهوني ودكاترة موجودين كثرة، ما بيش نسمي أسماء يعني، بس موجودين بكثرة. يعني في بريطانيا في أكثر من 2000 دكتور ليبي طبيب، وفي يعني مهندسين برضو بشكل كبير جدا، لدرجة أن واحد سألني مرة قال لي أنتوا في ليبيا ما تدرسوش إلا في هندسة وطب، وكلهم غادروا ليبيا طبعا. وبعدين المشكلة الإدارية الثانية اللي واجهت ليبيا اللي هي 1973، معمر ألغى القوانين في خطاب زوارة، ألغى كل القوانين، ألغى القوانين، ألغى كل شيء ألغي. وبعدين الطامة الكبرى اللي هي إعلان ما يطلق عليه سلطة الشعب 1977، انتهى النظام الإداري، انتهى النظام السياسي، انتهى النظام الاقتصادي، أصبحنا دولة غوغائية. من ناحية السياسية زمان أرسطو لما جاي يحلل في النظم السياسية قال لك في النظام السياسي اللي هو الملكي، اللي يكون فيه ملك ويكون دستوري، يقول هذا أفضل أنواع الحكم، أن يكون فيه ملك والملك في حد ذاته تحت الدستور. وهذا ممكن تغير، يقولوا أن رئيس ويكون تحت الدستور. وقالوا وبعدين يتحول يصبح، لو أنه تحول الملك هذا وأصبح فوق الدستور يصبح طغيان وحكم استبداد. بعدين قال النظام الثاني اللي هو نظام النخبة، أن النخبة تحكم، ولو النخبة هذه جيدة يكون نظام نخباوي جيد، ولو أنها تحولت واستبدت بالسلطة يصبح نظام يقولوا له أوليغارشي، النظام النخبوي الصفوي اللي يبدأ يحقق في مصالح الأقلية ويقضي على مصالح الأغلبية. والنظام الثالث اللي هو قال النظام الديمقراطي، قال النظام الديمقراطي اللي هو فيه اللي هو اللي تكلم عليه معمر طبعا، اللي هو نظام حكم الشعب اللي هو زي كي موجود في أثينا، السلطة الشعبية. فقال هو أسوأ أنواع الحكم، قال لو إن صار منه وأصبح الشعب يحكم في نفسه بنفسه، معناها حيكون عندك الأغلبية الغبية تحكم في الأقلية المتعلمة، لأن في طبيعة الحال المجتمع مش كلنا متعلم، المجتمع حتكون أغلبية طبقاته متوسطة وبسيطة. فقال ولو ساء حيصبح نظام غوغائي فيه القوي يقتل الضعيف. فمعمر جمعهم الثلاثة، أصبح هو الحاكم المطلق، وبعدين المقربين منه وقبيلته، فأصبحت عندك النخبوية، واللي تحت طلقهم في بعضهم خلاهم يتخابطوا. فيعني إشكالية كبيرة جدا جدا جدا. وأنا ما بيش نعطل في التسجيل واجد، لأن عارف الناس يجيها صداع من كثرة الدوة ومش وقت الدوة. وإن شاء الله كان يعني في أي أسئلة ولا حاجة قولوا لنا ونجاوبوها، وكان في
أي تقصير منا فسامحونا. وصلى الله بارك، وإن شاء الله كان مشت الأمور تنديروا حلقة ثانية نسجلوا فيها بعض الأسئلة الثانية بتاع زي شي الفرق بينكم وبين اللي صار في العراق، ولا كيف ما تعرفوا أنه مش حصل لكم زي الصومال، ولو في أي أخطاء عندي بالله يصحوا لي. السلام عليكم ورحمة الله.